اليمن رفضت ميليشيا الحوثي وصالح مقترحا بتسليم إدارة مطار صنعاء للأمم المتحدة. وقد ذكرت وسائل إعلام تخضع للحوثيين أن ما يسمى بالمجلس السياسي رفض مقترح التحالف العربي بادعاء أن إدارة المطار وغيرها من الموانئ والمنافذ هي حق سيادي. كان التحالف العربي قد تقدم بمقترح لتسليم إدارة مطار صنعاء للأمم المتحدة بعد تقارير من مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن تؤكد استغلال المطار في تهريب السلاح للحوثيين.